كشف المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة أحمد زايد سانا في تصريح للإذاعة يوم الاثنين أن الجزائر تعكف على التشاور مع شركات عالمية لتصنيع السيارات من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية في هذا المجال عبر نقل التكنولوجيا وتطوير المناولات الصناعية. وأكد ذات المسؤول أن تسعى مصالح الوزارة في مشاوراتها مع مصنعي السيارات العالميين إلى تحقيق تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية بدلا من الاعتماد على التركيب. وحول نسبة الإدماج في مجال صناعة السيارات بالجزائر، قال المسؤول إنه سيتم حسابها مستقبلا على أساس فعلي بالاعتماد على نسبة قطع الغيار المصنعة محليا. وأوضح المسؤول في السابق كان حساب نسبة الإدماج يتم على أساس مالي، وهذا غير ناجع بالنظر إلى تغيير قيمة العملة الوطنية مع مرور الوقت. وستولي وزارة الصناعة أهمية كبيرة إلى نشاطات المناولات عند الشروع في إنتاج السيارات بالجزائر، حيث أكد المتحدث أن جميع المستثمرين في التصنيع سيلزمون بالعمل مع شركات مناولات محلية لتزويدهم بقطع الغيار. وكما العادة خوتي اللي بغيت أكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف. سلام.